نعم دكتور. طيب. طيب دكتور الآن we start now يعني new we start with a new slides يعني راح نستخدم slides هذولا اللي هم ال PowerPoint slides بدل ال PDF slides لأنهم هذول يعني شكلهم أحلى والمستوسن يعني اشتغلت عليهم تعبت عليهم صحيح عشان هيك راح نستخدم هذول السلايدز لأنه فيهم examples أكثر من مادة ال PDF أو الجزء الثاني ال PDF. المادة هذه فيها لها جزئين يعني في تدرس ال PDF السلايدز اللي كنا نشرح منهم وبتدرس اللي هم السلايدز هذول اللي هم اللي عملتهم المدرسة المادة السابقة المستوسن. رايحين لهذا الشابتر رايحين ناخذه فيها في السلايدز هذول اللي هم اللي عملتهم المستوسن. رايحين نبلش في اللي هو موضوعنا اللي هو أو نكمل موضوعنا اللي هو الكنترول ستراكشر. الكنترول ستراكشر طبعا إذا بتتذكروا في ثلاث أنواع من الكنترول ستراكشر. ممكن أنت تعمل برنامج سي بلس بلس وتكتب ستيتمنت 1 ستيتمنت 2 ستيتمنت 3 4 5 إلى آخره ولما تعمل اكسكيوت لهذول السي بلس بلس سي بلس بلس ستيتمنتس بيتنفذوا واحدة وراء الثانية يعني بيجي على أول واحدة بينفذها بعدين بيجي بينفذ الثانية بعدين بيجي بينفذ الثالثة أنسوا. عشان هيك نسميه هذا اللي هو اللي على الليفت هذا أقصى الليفت نسميه اللي هو سيكونس أو سيكونشال كنترول ستراكشر. لأن أحيانا في إف ستيتمنت وفي إلس إف إلس هون بطلوا يتنفذوا كل ستيتمنت زي سيكونشال فما بتتنفذ حسب الإف ستيتمنت إذا كانت ترو الكونديشن بتنفذ statement 1 إذا كان false بتنفذ الالس اللي هي statement 2 هذا إيش بنسميه control structure. فما راح يتنفذ statement 1 statement 2 together واحدة منهم فقط راح تتنفذ. أوكي تذكر وأنا بحكي عن statement إنه ممكن statement ما تكون only one statement ممكن تكون هي group of statements اللي سميناهم block اللي between left and right braces أو اللي هم compound statements يعني مجموعة من الستيتمنت. ممكن جزء ما يتنفذش في selection structure حسب إيش الكونديشن. فإذا بطلنا نشتغل sequential صار نشتغل selection. طبعا هم ما نشتغل شيء منفصل يعني برنامج C++ في شيء sequential وفي شيء selection وبيكون في نفس البرنامج اللي هو repetition structure اللي هو موضوعنا في هذا اللي هو في هذا الشابتر. repetition structure طبعا في تشابه بينه وبين selection structure إنه في عندي condition expression هذا راح يعني راح يعمل produce ل true or false. إذا كان في true فراح ينفذ statement بس بدل ما يكمل زي ما كان زي selection structure لا راح يرجع مرة ثانية يشيك على condition. إذا still true معناته statement will be executed again true again and again and again عشان هيك صار اسمه repeating structure او repetition structure او looping structure. اوكي okay. امتى راح يبطل ينفذ الستيتمنت هذه لما تصير الاكسبريشن عباره عن false لما يكون الريزلت تبعته false هذا بنسميه repetition او looping structure. اوكي okay. وهذا هو موضوعنا في محاضره اليوم why we need اللي هو repetition structure it's more efficient. اذا هو ايش very efficient. ليش efficient؟ لانه حقيقه اذا بدنا نكرر for example اذا بدي انا اكرر يعني common sense very simple example اذا انا بدي اطبع hello world 1000 مره على على الشاشه هل لازم اكتب 1000 statement see out hello world؟ هاي inefficient هذا الحكي يعني راح ياخذ منك وقت و time and everything. عشان هيك الافضل ان نحطها في loop جملة واحدة see out إنها هذا اللوب يظل يتكرر تتكرر هذه الستيتمنت بمقدار 100 times. فإذا بالطريقة هذه اللوبينج بيكون إيش بيسهل علينا كتابة الكود أو إنه تكرار كتابة الكود again and again. ففي عنا غير هيك الميموري يعني for example إنه في حالة اللوبينج أنا بستخدم ميموري أقل زي ما راحين نشوف في ال next slide. ففي عنا الانفيشنت واي انه فور اكزامبل ان احنا إن ما نستخدم اللوبس وراحين نشوف واي وفينا الانفيشنت واي نستخدم اللوبس طلع على هذا البرنامج
هذا ان افشنت واي فور ادينج اور سامينج فايف نمبرز. المطلوب ان نجمع خمس ارقام اللي هو نمبر 1. اذا عرفنا طبعا في البرنامج تبعنا نم 1 طبعا اللي احنا بنعرفه لحد الان انه اذا حكيت لكم اوكي اعملوا برنامج اللي يجمع خمس ارقام بتروح معرف ايش فايف فاريبلز نم 1 نم 2 نم 3 نم 4 نم 5 وبتحط الصم عشان ايش الصم يساوي مجموعهم كاملين. فإذا صار في عندك أنت حجزت في الذاكرة حقيقة في الميموري كم variable؟ خمسة variables بالإضافة إلى الصم. إذا 6 variables. إذا أنا حجزت في الذاكرة 6 variables، حجزت 6 مواقع. لما تيجي تحسبهم في السايز 6 multiplied by الدبل لو حكينا إنه 4 bytes أو 8 مش متذكر كم، فراح يكون في عندي كم اللي هو حقيقة 24 أو اللي هو أو 42 bytes حجزتهم في الذاكرة. وفي كل مرة لازم أكتب لليوزر please enter a number واليوزر أحكي له cn للنم 1 وبعدين enter النمبر الثاني num 2. إذن هذه الطريقة يعني واضح جدا إنها إيش inefficient، لأنه يعني بكل بساطة لو حكيت لك أنا بدي أعمل مش أجمع خمس أرقام بدي أجمع 1000 رقم، فأنت شو بدك تسوي؟ بدك تعرف 1000 variable وبدك تكتب 1000 statement please enter، يعني make no sense at all. فإذا في البروغرامينج الحل الإفيشنت واي اللي هي باستخدام اللوبس، إذا تكرار ال one statement more than one time. أشوف هون كيف عملنا نفس البرنامج بس بطريقة اللوبس وبطريقة سهلة جدا، بس عرفت variable i equal zero وبدي اياه يتكرر الاي من الزيرو لعند الفايف، يعني بس يصير فايف يوقف يعني من الزيرو وون وتو وثري وفور يعني خمس مرات. وعرفت اللي هو الدبل النمبر وحط فيه ايش الفايف فاليوز في فاريبل واحد. اذا انا حجزت انا ايش بس ايش الاي فاريبل والنم فاريبل والصم فاريبل ثري فاريبلز اونلي. حتى لو بدي أجمع 1000 رقم ما راح أحتاج إلا الآي والنم والصم فقط اللي هو 3 variables. الآن كيف راح يشتغل البرنامج أو اللوب؟ بغض النظر عن التفاصيل راح نحكيها later، بس while الآي less than 5 يعني طول ما هي الآي اللي قيمتها 0 بشكل مبدئي أقل من الخمسة بده يظل يكرر في اللي هو البادي تبع الوايل اللي هم left والright braces هذول اللي هي إيش يعني أول شيء راح لما تكون الاي ايكوال 0 0 اقل من 5 فراح يطلع لي بليز انتر نمبر بدخل النمبر بعدين ايش بضيفه للصم بعدين ايش بزيد الاي 1 بصير قيمته 1 بتنفذ نفس الشيء بدخل رقم ثاني وبزيده للصم بعدين بزيد الاي 1 بصير 3 بصير 4 بعدين 5 تايمز خمس مرات راح يتكرر اللي بين الليفت والرايت بريسز خمس مرات راح تنطبع السي اوت من غير أنا ما أكتبها خمس مرات راح تنطبع خمس مرات على الشاشة راح أدخل خمس values لنفس variable بدل ما حجز خمس variables في السلايد السابقة حجز variable واحد وعطيته إيش كل مرة بعطيه value جديدة وهاي value بضيفها للصم. فإذا بس تصير الآي الآي هون قاعد بتزيد i++ بس تصير الآي قيمتها 5 الفايف less than 5 false بيطلع بيكون طلع من هنا ايش بيكون؟ بيكون انت دخلت خمسة values والخمسة values جمعتهم مع الصم وخزنتهم في variable الصم فممكن ايش نعمل اللي هو summation للفايز variables. اوكي الخلاصة انه مين efficient الاول ولا الثاني وجهة نظركم؟ واضح جدا من ناحية كتابة الكود سلايد هادي سلايد سوري السلايد وين كنا احنا هذه من ناحيه كتابه عدد الستيتمنتس هذا اكثر هذا اقل. من ناحيه الفاريبلز هيك راح ياخذ 6 ميموري لوكيشنز هذا راح ياخذ 3 ميموري لوكيشنز. من ناحيه اللي هي الافيشنسي هذا مور افيشنت في الميموري وفي سمبلستي لكتابه البرنامج. اوكي عشان هيك بنستخدم احنا اللوبس. Any questions so far? قيس مش على 5 قيس على 100. لو 100 بدنا نحجز 100 variable 100 location 100 في الأربعة 400 byte في الميموري. هون لا حتى لو كان يعني بدي أجمع أنا 100 رقم
في هنا ايش بدي اغير؟ لو بدي اجمع 100 رقم، الاي بدل ما تكون 5 ايش بدها تصير؟ تصير قيمتها 100. فاذا هو الفاريبل راح يكون ظلوا نفسهم، بس الفاليوز تبعهم راح يتغير. فراح 100 مره يطبع هذه الستيتمنت، و100 فاليو راح ادخل، و100 مره راح يعمل عمليه الجمع. فاذا خلينا نتفق انه ايش اللوب اسهل وسمبل ومور افيشنت من الطريقه العاديه في اللي هي في البرمجه او في بعض التاسكس في البرمجه. اوكي، اني كويستشنز سو فار؟ طيب اذا متفقين على الافيشنسي، الان خلينا نيجي على ايش، على اللوبس اللي هم او الريبيتيشن اللي بدنا نستخدمهم. في عندنا different types of loops، في عندنا اللي هو النوع اللي شفناه قبل شوي اللي هو الوايل. وايل كيف بيشتغل؟ طبعا كانت هنا في عندي اف، اذا تتذكروا في السلكشن ستراكشر كان اف في الاكسبريشن الترو بتتنفذ الستيتمنت وبنطلع، بينما هنا صار في عندي وايل. وايل الاكسبريشن ترو الستيتمنت هذه راح تتنفذ وبرجع مره ثانيه، بما انها وايل مش اف، اذا الاكسبريشن لسه ترو بيرجع بينفذ الستيتمنت وبيضل ينفذ فيها وينفذ فيها لحد ما يصير الاكسبريشن فولس وبعدين بيطلع. فاذا هذا ايش؟ اول تايب اللي بنسميه الوايل، يشيك على الكونديشن وبينفذ الستيتمنت. وتذكروا اجين لما نحكي عن ستيتمنت، ممكن تكون وان ستيتمنت او ممكن تكون جروب اوف ستيتمنتس بين ليفت ورايت بريسز اللي هم سميناهم كومباوند ستيتمنت او بلوك. طيب اذا كان الاكسبريشن فولس من اول مره، هل الستيتمنت هذه راح تتنفذ؟ طبعا لا، لانه ايش فولس راح يظل نازل يكمل اول ستيتمنت بعد الوايل. لاحظ عندي هنا ستراكشر اسمه الدو وايل. دو وايل بيختلف يعني عكس عن الوايل، انه بيجي بينفذ الستيتمنت قبل ما يشيك على الكونديشن، وانا بشيك بعدين بينفذ. هون قبل ما يشيك سواء كان الكونديشن ترو او الكونديشن فولس بيجي بينفذ الستيتمنت. بعد ما يخلص الستيتمنتس بيجي على الكونديشن بشوفه، اذا ترو بيرجع باك وبعمل ايش؟ اكسكيوت للستيتمنتس اجين، وبرجع بشيك على الكونديشن، بعمل تشيك على الكونديشن. طول ما هو ترو راح يضل ايش؟ يعمل لوبينج اكسكيوتينج للستيتمنتس. في اللحظه الاكسبريشن بصير فيها فولس بيطلع. طب ايش الفرق بين الدو وايل وبين الوايل؟ اذا كان الكونديشن هنا فولس ما بتتنفذ الستيتمنت ولا مره، بس اذا كان الكونديشن هنا فولس راح يتنفذ على الاقل مره، لانه راح يدخل من غير كونديشن وينفذ بعدين يشيك على الكونديشن. لان على الاقل راح تتنفذ مره حتى لو كان الكونديشن فولس من اول مره في حاله الدو وايل. راح ناخذ يعني هذا مش شرح، هذا بس مقدمه. طيب الفور، الفور التركيب تبعها معقد شوي، بس هي نفس اللي هي نفس الاستراكشر تبع الوايل، انما فاكت رايحين ندخل في انيشال فاليو ل فاريبل زي الاي اللي شفناها قبل شوي، بعدين ايش بنشيك على كونديشن معين، اذا كان هذا الكونديشن ترو بننفذ البادي تبع الفور ستيتمنت اللي هو ممكن يكون وان ستيتمنت او بلوك. وبعدين ايش بعد ما نخلص بنروح نعمل ابديت لهذا ايش الفاريبل، بنرجع بنشيك عليه مره ثانيه، اذا لسه ترو اللي هو الكونديشن تبعنا معناته بنرجع ننفذ البادي تبع الفور من ابديت. الابديت بنات الفاريبل يا بنزيده يا بننقصه، لازم نغير عليه لانه في النهايه لازم الكونديشن يصير فولس عشان نطلع من اللوب اللي راح يتنفذ هنا ويتكرر اللي هم الستيتمنتس اللي هون. اوكي، هذا بيشبه الوايل، يعني في اذا كان الكونديشن من اول مره فولس فما راح يروح ينفذ الستيتمنت نهائيا، راح يضل طالع على الستيتمنت اللي بعد اللي هي البادي تبع الفور. اوكي، اني كويستشنز سو فار؟ طيب الفور لوب ايش اللي هو الشكل او السنتاكس تبع الفور لوب؟ السنتاكس تبعه بيكون كالتالي، اللي هو كلمه فور، اذا هاي كيورد صارت فور لوب، نسميها احيانا الكاونتر لوب او الفور لوب او الكاونتر لوب اللي اخذه انتروداكشن تو كمبيوتر بروجرامينج، اللي هي يعني معروف كم مره انا راح انفذ اللوب فبستخدم الفور. طبعا السنتاكس تبعه كالتالي، فور انيشال ستيتمنت، ايش المقصود؟ طبعا هون في عندي برانثيسس، لازم يكون في عندي ايش؟ ليفت ورايت برانثيسس. الانيشال ستيتمنت زي ما شفنا في الوايل اللي هو الانتجر الاي ايكوال زيرو، يعني لازم اعمل انيشلايز لفاريبل. اللوب كوندش طبعا سيمي كولون تجيني،
طبعا مكون من ثلاث اجزاء هذا البرنت. اول شيء الانيشاليزيشن للفاريبل اللي بدي اضل اشيك عليه انتجر اي ايكوال فور اكزامبل 0. لوب كونديشن اللي هو ايش الكونديشن اللي على هذا الفاريبل، انه طول ما هي الاي ليس ذان 5 زي ما شفنا قبل شوي انه راح يضل ينفذ في البديل. فاذا الكونديشن ممكن يكون ايش اي ليس ذان 5 او اي ايكوال ايكوال 10 او وات ايفر اي كونديشن بدك اياه اللي بيعطيني ترو او فولس. وفي عندي الابديت ستيتمنت. ليش الابديت ستيتمنت؟ لانه اذا الاي بلشت في 0 والاي ليس ذان 5 لازم اضل ازيد على الاي عشان الكونديشن يصير فولس واطلع، غير هيك راح يضل ايش الستيتمنت تتنفذ فور ايفر، بنسميه الانفينيتي لوب. طب كيف ترتيب الاكسكيوشن؟ اول شيء على في الفور طبعا لازم يكون كلمه الفور موجوده الكي وورد او السيرفد وورد، السيرفد وورد في سي بلس بلس. الانيشال ستيتمنت تنفذ مره واحده فقط، بعدين بيجي على الكونديشن اذا كان الترو بيجي ينفذ الستيتمنت اذا كانت وحده ستيتمنت او اذا كانوا بلوك اوف ستيتمنت. اوكي بس خلص الستيتمنتس بيجي ايش بغير بيعمل ابديت على الستيتمنت تبعت اللي هو الفاريبل الاي اور وات ايفر، بعدين ايش بشيك على الكونديشن اذا ترو بنفذ الستيتمنت برجع بعمل ابديت الكونديشن ترو بنفذ الستيتمنت. فبضل الكونديشن زي هيك بهذه الطريقه، اللوبينج يمشي بهذه الطريقه حتى يصير الكونديشن فولس، فبيطلع من الفور لاول ستيتمنت افتر الفور. لاحظ انه هنا هذا مكون من 3 بارتس. اول شيء عمليه انيشاليزيشن لفاريبل سيمي كولون كونديشن سيمي كولون اللي هو اجراءات يعني او تغيير بلس بلس ماينس ماينس بلس ايكوال على الفاريبل اللي بستخدمه انا في الكونديشن. وبعدين البادي تبع الفور اللي انا بدي اياهم يتكرروا هم الستيتمنتس اللي هون. اوكي طبعا انا شرح اللي حكينا عنه قبل شوي. فاذا اول شيء راح يتنفذ هو الانيشال، بعدين الكونديشن اذا الكونديشن ترو بتنفذ الستيتمنت اللي هو البادي تبع الفور، بعدين بنروح بنعمل ابديت للكونديشن فاريبل وبنروح بنشيك على الكونديشن اذا ترو بنرجع بنعمل ريبيت للستيتمنت، نعمل ابديت ومشيك على الكونديشن اذا ترو الستيتمنت لحد ما يصير الكونديشن فولس. الابديت راح يضل يغير على الفاريبل لحد ما يصير الكونديشن فولس ويطلع. اذا ما عملنا ابديت ما راح يتغير الكونديشن، راح يضل الترو، فعمرنا ما راح نطلع من الفور لوب. لازم نغير على الفاريبل اللي داخل في الكونديشن حتى في لحظه معينه يتحول الى فولس عشان نطلع من هذا اللوب. طيب خلينا ناخذ اللي هو ريال لايف اكزامبل اللي هو شايفينه قدامنا اللي هي فور اي ايكوال. طبعا هاي الفور يعني بحلتها الحقيقية يعني هذا real life example. طبعا في عندي هنا اللي هو initialization. initialization طبعا كلمة for بعدين البار طبعا left parenthesis بعدين i equal 0 هذا initialization. يعني أنا بدي أعمل condition على i إذا القيمة المبدئية i equal 0 مو شرط تكون equal 0 حسب التلوب اللي أنت بتشتغل عليه أو بدك تعمله. طبعا في شغلة هنا إنك أنت الآن اصبحت يعني الان احنا بعد شهرين من سي بلس بلس تعرف انه ما بصير استخدم الاي الا لازم اعملها ديكليريشن، لازم احكي له انتجر اي، يا اما قبل الفور احكي له انتجر اي سيمي كولون او داخل الفور احكي له انتجر اي ايكوال 0. في فرق بينهم، في فرق كبير جدا راح نشرحه ليتر. اوكي فاذا نعتبر انه هون في انتجر اي ايكوال 0 في انتجر اي سيمي كولون وهون فور الانيشاليزيشن فتحنا قوس i equal 0 لان ايش الكونديشن i less than 10. اذا ايش طول ما هي i less than 10 راح تضل ترو، معناته راح تضلها تتنفذ البادي تبعت الفور. ايش البادي اللي هي سي اوت i وبعدين ايش سي اوت سبيس. طيب سيمي كولون انا لساتني رجعت هون على الجزء الثالث اللي هي i بلس بلس، هاي اللي كنا نحكي عنها الابديت. الابديت بيعمل لمين؟ للاي. نضل نزيد الاي نزيد الاي لحد ما تصير قيمتها 10 وبعدين نطلع من الفور. اذا بيشتغل الطريقه هذه بيشتغل اللي هو الفور. لان كيف الاكسكيوشن راح يكون؟ طبعا راح تنفذ الانشلايزيشن في الفور الاي ايكوال 0 مره واحده فقط في بدايه الفور، بعدين راح يجي على الكونديشن الاي ليس ذان 10 اللي هو 0 ليس ذان 10 ترو، إذا راح يجي نفذ الستيتمنت سي اوت الاي، الاي كم قيمتها؟ 0، راح يطبع لي 0،
فده راح يطبع ايش سبيس، بعدين ايش ينتهي البادي. البادي هو ما في عندي ليفت ورايت بريسز، عشان هيك البادي هو وان ستيتمنت زي البادي تبع ليفت ستيتمنت بالضبط. وين بيرجع بس ينفذ الستيتمنت؟ على الابديت على اخر جزء الاي بلس بلس، كانت زيرو الاي شو صارت الان؟ 1. طيب بعد ما يعمل ابديت اللي هي ل 1 بيجي هون، هل الاي اللي قيمتها 1 ليس ذان 10؟ ترو. فاذا ينفذ البادي سي اوت الاي اللي هي 1 فان صارت طبعا زيرو، لا راح يطبع لي 1 وسبيس وبزيد الاي والكونديشن بيكون ترو، فبيطبع لي 0 1 2 وبعدين 3 وبعدين 4 وبعدين 5. يعني اذا عرفت شو بيعمل اول مره اللوب بعدين بتعرف شو باقي الاشياء راح تكون. طيب مين بيحكي لي ايش الاوتبوت راح يكون لهذا اللوب؟ راح يبلش في 0 بعدين ايش 1 بعدين 2 بعدين 3 لوين راح يطبع لنا الارقام؟ مين عنده فكرة؟ لعن 9 دكتور يمكن. لعن 9 يمكن أكيد صح 100%. ليش؟ لأنه حقيقة يعني راح يظل يزيد 9 less than 10 true، فبيطبع 9 وسبيس بعدين بيجي على i plus plus شو بتصير 10 الi ال 10 less than 10 false، بمعنى فولس خلاص بيطلع من الفور وبيجي على اول ستيتمنت بعد الفور اللي هي مش تابعه للفور اللي هي سي اوت اند لاين اللي هي هذه. اوكي فاذا بالطريقه هذه تشتغل اللي هي الفور الانيشاليزيشن مره واحده فقط، الكونديشن اذا كانت ترو بينفذ البادي وبيجي على ابديت بيرجع على الكونديشن، اذا ترو بينفذ البادي ابديت كونديشن ترو البادي لحد ما يصير الكونديشن فولس بيطلع من الفور على اول ستيتمنت بعد الفور. اوكي طيب اني كويستشنز سو فار، مين في عنده اي سؤال لحتى؟ فاذن ايش الاوتبوت لبرنامج بهذا الشكل؟ الاوتبوت راح يكون اللي هو زيرو زيرو اوكي راح يبلش هو ريبيتنج مش مره واحده، اول مره راح يجي راح تكون الاي 0 اقل من 10 ترو فبيجي بيطبع 0 بعدين بيجي على ايش بيزيد الاي شو بتصير 1 بيجي على الكونديشن الاي قيمتها 1 less than 10 ترو فبيجي بيعمل ايش بيطبع 1 بجنب الزيرو في بينهم فراغ بعدين ايش الاي بلس بلس بتصير 2 فايش بتكون. اذا الاوتبوت هو مش بس جمله واحده، هو راح يضل يكرر راح يطبع 0 بعدين ايش بزيد ترو ال1 معناته 1 2 less than 10 ترو فاذا بيطبع ال2 3 less than 10 ترو فاذا بيطبع ايش ال3 وال4 وال5 وال6 وال7 وال8 وال9 وبيطلع لما يصير قيمته 10 لانه هاي بتصير 10 less than 10 false فبيطلع ما بينفذ السي اوت فال10 ما راح تنطبع. فنتيجه النهائيه راح يكون في عندي اللي هو 0 1 2 3 4 5 لحد ال9. Okay. Questions. Any question. إذا هذا الانيشاليزيشن هذا الكونديشن لاحظ في بينهم سيميكولون وهذا إيش الأبديت اللي كنا نحكي عنه قبل شوي. مين البادي تبع الفور ستيتمنت؟ وان ستيتمنت اللي جاي وراها مباشرة اللي هي سي أوت أي اللي هي هذه. إذا كان بدي أكثر من ستيتمنت بحط ليفت ورايت بريسز زي ما أخذها في الليفت ستيتمنت. Okay. طيب خلينا نجي على هذا الاكزامبل فور. طبعا نفترض انه يا بنكتب انتجر اي ايكوال 1 داخل الفور او بنكتب قبل الفور انتجر اي سيمي كولون فور اي ايكوال 1 سيمي كولون الكونديشن الاي ليس اور ايكوال 5 بعدين سيمي كولون اي بلس بلس. طب ايش اللي راح يتنفذ البادي ستيتمنتس اللي هو ايش كم ستيتمنت؟ تو ستيتمنتس عشانك حطيتهم بين ليفت وبين رايت بريسز سي اوت هلو بعدين اند لاين هاي ستيتمنت الاولى سي اوت ستار بعدين الاند لاين وبعدين ايش الثنتين هذول البادي. طيب كيف راح يشتغل هذا اللوب؟ راح يشتغل هذا اللوب بالطريقه التاليه انه راح يبلش في الاي قيمتها 1. اذا هذه ايش الانيشاليزيشن اي ايكوال 1 لان الكونديشن الاي هل ال i less or equal 5 ال i 1 ال 1 less or equal 5 true فاذا بينفذ ايش هاي الستيتمنت فانا راح يطبع لي كلمه هلو سي اوت هلو
بعدين end line بينزل لي سطر جديد ويطبع ايش الستار. طيب بعدين وين بينتقل على الاي بلس بلس اللي هو الجزء الثالث. الاي كانت 1 شو صارت الان صارت 2. بعد ما يزيدها وين بيروح على الكونديشن. هل ال2 less than اللي هو قيمه الاي less than or equal 5 true فبيرجع بينفذ نفس الشيء اللي هو هلو وستار. كل واحدة على سطر لأنه الهلو بينزل سطر جديد وستار وبينزل سطر جديد. بعدين الآي بيزيد بصير ثلاثة وإيش وبرضه بيطبعهم بصير أربعة وبيطبعهم وبصير خمسة وبيطبعهم. طيب مين بحكي لي إيش الأوتبوت لهذا البرنامج راح يكون إذا حطينا هذه جوا المين إيش راح يعطيني الأوتبوت؟ أول شيء راح يعطيني خطأ إيرور إنه الآي undeclared لازم نعملها declaration. طيب اذا عملنا له ديكليريشن راح يط ايش الاوتبوت راح يكون واضح جدا. اول مره راح وستار خمس مرات ايش اول شيء حطبع هلو وستار لما تكون الاي قيمتها 1 لما تصير قيمتها 2 برضو هلو وستار لما تصير قيمه الاي 3 هلو وستار لما تصير قيمه الاي 4 هلو وستار لما تصير قيمه الاي 5 هلو وستار. إذا راح يطبع 5 هلوز and star كل واحد منهم جاي إيش على سطر مختلف عن الثاني. طيب ليش خمس مرات؟ لأنه بلشنا الآي من واحد ونفذنا طبعا هلو وستار ولما كانت 2 لسه الكونديشن ترو وثلاثة الكونديشن ترو والأربعة الكونديشن ترو. طب وين بيزيد؟ في الآي بلس بلس هاي اللي هون آخر شيء بعد ما ينفذ بيروح بيزيد هيك الترتيب. قيمتها 1 كونديشن ترو بينفذها اول مره بيزيد بتصير قيمتها 2 2 الكونديشن ترو بينفذها للمره الثانيه 3 بينفذها للمره الثالثه 4 بينفذها للمره الرابعه 5 بينفذها للمره الخامسه. ايش اللي بينفذها؟ البادي اللي هي هلو ستار هلو ستار هلو ستار هلو ستار. اذا هاو ماني كم كلمه هلو راح يطلع معي كم كلمه ستار راح يطلع معي او كم كاركتر ستار راح يطلع معنا عدد مرات يس راح يتكرروا خمس مرات راح يطلع معي خمس مرات هلو خمس مرات ستار مرة هلو مرة ستار مرة هلو مرة ستار كل واحدة على سطر جديد. اوكي طيب ايش الفرق بينها ممكن سؤال دكتور يس بليز. طب الانكريمنت هاي الاخر واحدة ال1 بلس بلس ايش استفدت منها انا بهاي الحالة؟ Exactly. ليش استفدت منها؟ طلعي يعني لو ما حطينا الاي بلس بلس راح تظل الاي واحد يعني نشطبها شطبنا الاي بلس بلس الاي ايكوال 1 وال1 less than 5 بيطبع هلو ستار. طيب اوكي برجع مره ثانيه ال1 وبصير يعني بصير تشطبيها لو شطبتيها بيشتغل البرنامج بس راح تظل قيمه الاي كم 1 معناته كم مره راح يطبع هلو ستار راح تظلها دائما الاي 1 عمرها ما راح ايش تتعدى الخمسة فراح يصير ايش يطبع هلو ستار فور ايفر نسميه انفينيتي لوب. فليش حطيت الاي بلس بلس؟ لاني كل مره كل ما اطبع اول مره بزيد الاي بصير قيمته 2 بصير ايش وبعدين بطبع بعدين بصير قيمته 3 3 لسه الكونديشن ترو بطبع 4 4 اقل او يساوي 5 بطبع الخمسة لانه الاي بلس بلس بزيد الاي بس تصير الاي قيمتها 6 ال 6 اقل او يساوي 5 فولس بطلع من البرنامج. اوكي اذا ليش بزيد الاي يعني هنا الهدف هنا انه اذا ما زدتها بتضلها 1 فراح تضلها اقل من 5 وراح يضل يطبع exactly. لانه انا ما بدي انا اعمل لوب اللي اضل اشتغل اضل اعمل في اكسكيوت فور ايفر نسميه انفينيتي لوب. انا بدي خمس مرات بس فعشان هيك دائما بلشت من 1 وبلشت ازيد بس يوصل 6 بيطلع. اوكي كيف؟ طيب عن طريق الاي بلس بلس كل مره كل ما ينفذ مره بيزيد الاي كل ما ينفذ مره بيزيد الاي يعني الاي وكانها عداد يعني بنبلش بواحد بنزيد الاي بصير 2 بننفذ 3 بننفذ 4 بننفذ بس تصير 6 بنطلع. اوكي وضحت الفكره؟ طيب اذا بدنا 10 مرات نطبع هلو ستار شو بدي اغير في البرنامج؟
بكل بساطة بدل ما هي يعني الكونديشن اني اوقف عند الستة بوقف عند عند العشرة اللي هي الاي ليس ذان اور ايكوال 10، راح يضل ينفذ ينفذ لحد ما تصير الاي قيمتها كم 11 وبيطلع، فكون ايش كنا عملناها 10. طيب الان بس يعني بدي انهي المحاضرة بسؤال انه ايش الفرق بين هذا اللوب الفور وبين هذا اللوب، يعني طلع هذول هذا كيف مكتوب وهذا كيف مكتوب، ايش الفرق بينهم؟ ما في اي فرق بينهم نهائيا؟ طيب خلينا نتذكر الاف ستيتمنت، لو نفترض انه الاف ستيتمنت كان في بعدها ليفت ورايت بريسز، والاف ستيتمنت كان ما في تحتها ليفت ورايت بريسز، لما يكون في ليفت ورايت بريسز معناته الثنتين تبعات لمين؟ للفور، يعني الثنتين كل مره لازم يتنفذوا الثنتين في اللوب، بينما هنا ما في عندي ليفت ورايت بريسز. طيب مين البادي تبع الفور في الحاله هذه؟ في الحاله الثانيه بس هلو، بس الهلو مين اللي راح تتكرر؟ اول جمله بعد الفور اللي هي سي اوت هلو، بعدين سي اوت اند لاين، بعدين سيمي كولون، هذه هي البادي تبع الفور، زي البادي تبع الاف، يعني هذه مش تابعه للفور، هي تابعه للبرنامج، بمعنى اخر مين اللي راح ينطبع خمس مرات؟ بس الهلو راح تنطبع خمس مرات كل مرة، أول مرة بيطبع هلو وبيرجع بيزيد، اثنين بيطبع هلو بيطبع هلو، ما بيروح على هذه لأن هذه مش تابعة للفور، كيف بنخليها تابعة إذا حطيناها في ليفت ورايت بريسز؟ الآن بس يخلص وتصير قيمة الآي 6 less than or equal 5 false، بيطلع وين بيروح؟ على السي أوت الأول جملة بعد الفور اللي هي سي أوت ستار، ويطبع لي 1 ستار. فاذا ايش الاوتبوت حقيقه لهذا البرنامج؟ خمس كلمات هلو كل واحده جايه على سطر، واخر شيء ايش راح يكون؟ كم ستار؟ واحده دكتور، ستار واحده راح تكون في نهايه اللي هو في نهايه اللوب او لما يطلع من اللوب. طيب لو حكينا هون بدي هنا حكيت له سي اوت الاي كم راح تكون قيمه الاي بعد الستار؟ ستة، لان ليش انا طلعت من اللوب؟ لانه الاي صارت ستة، صارت اكبر من الخمسة مش اقل من الخمسة، عشان هيك صارت ستة. احسنتي، اوكي. فاذا هذا الفور لوب وبهاي الطريقة بيشتغل، الموضوع سهل وبكل بساطة انه باقي اللي راح ناخده انه ممكن هذه نحذفها ونحطها قبل، هذه ممكن نحذفها نحطها في النهاية، هذه ممكن نحذفها نهائيا، هذا الحكي راح ناخده في المحاضرات القادمة ان شاء الله. مين في عنده اي سؤال على محاضرتنا اليوم اللي هي الفور لوب والكنترول ستراكشر ان جنرال، مقدمة للريبيتيشن ستراكشر؟ عندي كويستشنز على اي جزء؟ بليز اسك. اوكي، اذا ما في اي سؤال اكون لحد هون انهيت المحاضره تبعتي، واذا في اي سؤال عندك على هذا الموضوع او على اي جزء من هذا الموضوع ما فهمته ممكن نعيده في المحاضره القادمه ان شاء الله.